قبل ذلك ستكون الزميلة ضحى الزهيري معنا الآن من استوديو القاهرة. مساء الخير ضحى، يعني بداية هلا تطلعينا على أبرز الملفات التي سيتناولها اليوم في الحلقة الأخيرة برنامج الشارع المصري. نعم، هي الحلقة الأخيرة من الشارع المصري اليوم. في الساعة الأولى سنناقش المحافظين الجدد، حركة المحافظين الجدد التي طال انتظارها في الحقيقة. في الساعة الثانية وكما عودنا المشاهد سيكون هناك تحقيق ميداني. هذا التحقيق الميداني هذه المرة سيكون عن مراكز الشباب. مراكز الشباب في المحافظات والأقاليم هي المتنفس الوحيد للشباب للرياضة وللتنزه أيضا، لكن للأسف حالها الآن لا شباب ولا رياضة. طيب ضحى، يعني هذا بموضوع حلقة اليوم، ولكن ما المشاريع الإخبارية المقبلة لك ولفريق برنامج الشارع المصري من القاهرة؟ لارا، ستكون الأولوية لنا في الشهرين المقبلين للانتخابات البرلمانية المرتقبة عبر المتابعة الخبرية المتواصلة. مصر مقبلة على زخم إخباري، وسنكون نحن والحدث حاضرين بكل تفاصيل إن شاء الله. بالفعل ضحى، ولكن فقط لطمأنة جمهور ومشاهدي البرنامج الشارع المصري وطبعا مشاهدي الحدث، أنت باقية معنا وفريق العمل باق معنا، صحيح؟ باقون في الحدث ونتوسع حتى ونتمدد إن شاء الله. كل التوفيق لك ضحى ولكل فريق العمل، وسنكون بعد دقائق قليلة في متابعة لبرنامجك الشارع المصري. في نهاية النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين.